سي ابراهيم كي راك داير؟ لاباس الحمد لله راك مليح يا خويا. انا طلعت عيني في الفيسبوك راني شفت عندك مليون كبش تبع مليون بنادم تبع بيك والله. لا قالوا لي سلعه عندك خير مليح طيبة. خير مليح سمع عندك فيسبوك وكاع؟ لا ماشي انا عند مولاة الدار ما انا راك عارفني ما ايوا مرحبا بك. لاباس السلعه هنا عندك كي راها دايره؟ راني نشوف داير نص هاك وداير نص هاك. ما شوف النص هاك على كل سومه. بارك الله بك الله يحفظك ان شاء الله. راه عندي هنايا في متناول البرلمانيين، بارك الله فيك، في متناول الموظفين، أيوة، في متناول المتقاعدين، بارك الله، في متناول المعوزين اللي زعما محسوب الطبقه كادحه كاع نيشان. اي ورينا هذه السلعه تاع الطبقه كادحه وين راه؟ شوف راه عندي هذاك السترون ديالك، شوف فيه هذا ويشوف فينا. هي الحاج بوعزه واه واللي تحت انت راجل اكسيري في كبش العيد المعيز لا غالي العنزي العنزي بارك منا السومه شحال راها دايره؟ هذاك ماشي سومه. شوف انا تدي عليا كبش ب 15 مليون نعطيك زوج جديان بونيس او رابح في لافيرا صاحبي الله ينعس الشيطان. وكانت عندي 15 مليون يجي عندك مراكش. ايوا هذاك باغي يعطيك باطل ولا كيفاش؟ باغي تاوي معنا ساوي معنا يا سي ابراهيم. واه انا راه عندي المراه وولادها والبزاوز. هاولي انا عندي كتوطه ولا ها قعدنا الباز وسيبتي راها جايه تعيط عندي وانا راك عارف راها عندي راه على بالك ولا ما غايبه نشكي خويا غاي تعاوني. ايوا انا ندير معاك يا ابو عزه يا بعد ازوج بنتك عاد تشري كبش العيد. راه عندي واحد الحيه في الدار الا هي قلعت على بالك ولا ما غادي يخرجوا فيك جدارميه ما تقعدكش هي تساوي الحيه ديال الله. سلي علينا واه سلي علينا. لو كان انا عندي تا 15 واه راه عندي شوف 15000 ولا 15 كي دايره هذيك فهمها لي خبر جيبو التوالا. راه عندي شوف سبع عزه انت بروحك عتروس داير عمامه باش تري عتروس من التسعه او روح 19 9 ملايين 9 ملايين 9 ملايين 15 8 الماكسيموم راه في 7. لا دي غادي وكاين منين تاع 900000 ضرب على الله وروح. ايوا انا باغي شوف انا تعرف راها 900 قلع منها واحد 100000 راه معصوب خاصتني ما تصير ردها لك دروك ولا مور العيد الكبير ان شاء الله. هذا تاع 900 دي سوسي لك هنا تديه معاك ولا كي ما فهمت يا بدي انا خاصني عياده وتقول لي دي سوسي هنا ولا